والذاتي هو كذلك من شرائح ديال المجتمع اللي ما كانش كتستفد من حمايه اجتماعيه ولا من تغطيه صحيه الى حدود انطلاق هذا المشروع. هذا حنا اليوم كنتكلموا على 300,000 مقاول ذاتي اللي خصهم يدخلوا المنظومه. وفعلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصل باللوائح ديالهم من عند بريد المغرب، وعملية التسجيل كيكون فيها 3 ديال المتداخلين، كتكون هيئه الاتصال، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كهيئه مسيره، والمقاول الذاتي نفسه اللي هو يا معني بالامر. بالنسبه لهيئه الاتصال، الدور ديالها انها تهيئ اللوائح وترسلهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللوائح ديال جميع المقاولين الذاتيين المسجلين عندها وترسلهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك تحول الاشتراكات ديال المقاول الذاتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اجل فتح الحقوق لهذه الشريحه هذه. بالنسبه للصندوق، الدور ديالو هو استقبال هذه اللوائح هذه والتحقق منها بعد التحليل ديالها، والتحقق من من من, من الناس الخاضعين للمنظومه، لان ملي كتجينا ديك اللائحه راه ما غاديش نلقاو فيها فقط الناس اللي ما عندهمش تغطيه صحيه، غادي نلقاو فيها حتى ناس اخرين عندهم مسبقا تغطيه صحيه، سواء مع السينيساس مع الضمان الاجتماعي ولا مع لاكنوبس. هذوك الناس ما معنيينش بهذه المنظومه هذه. من بعد التحقق من اللائحه النهائيه كيعاود يردها صندوق لهيئه الاتصال باش كيعلموا بان راه هادو هما الناس اللي خاص توصلنا الاشتراكات ديالهم. حاليا احنا رحنا تم تسجيل في الصندوق، تم تسجيل الناس اللي توصلت بهم اللي توصل بهم الصندوق في اللائحه. بالنسبه للمقاول الذاتي اللي هو المعني بهذه المنظومه هذه، شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو تسجيل في بريد المغرب كمقاول ذاتي، ثم اداء الاشتراكات ديالو الخاصه به، واداء الاشتراكات اللي لان فيها في هذه الاشتراكات اللي حنا غنهضروا عليها دابا، هذه الاشتراكات هذه فيها حتى الواجب التكميلي اللي غيخول ليه الحق في التغطيه الصحيه. ومن بعد غادي خصو يدخل البوابه ديال ماسينيسات، البوابه ديال المؤمن لهم ديال ماسينيسات، تطبيق ماسينيسات يدخل ليها ويدخل الفضاء العام ديالها اللي غادي يوصلوا للفضاء الخاص، ويكمل التسجيل ديالو والتصريح بالاسره ديالو وتسجيل رقم الحساب ديالو اللي غادي توصل فيه باسترداد مبالغ استرداد ديال المصاريف. الملحوظ هو انه كان واحد الاقبال كبير من هذه الشريحه هذه من اجل التسجيل ومن اجل الاستفاده. اللي كان عندهم رقم ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رقم ديال التسجيل، قالوا نفس الرقم، واللي ما عندوش تعطى له واحد الرقم، وملي تسجلوا راه توصلوا بواحد الرسائل نصيه، واحد الاس ام اس كيقول له بانك مسجل في الضمان الاجتماعي بهذا الرقم هذا، وكيدعوه باش يدخل البوابه ديال ماسينيسيس. كان واحد الاقبال كبير ديال المقاولين الذاتيين باش يسجلوا نفسهم، لان الاستفاده غادي تبدا من فاتح مارس 2022. اشنا هي التغطيه الصحيه اللي كيستافد منها المقاول اللي غيستافد منها المقاول الذاتي؟ هي نفس التغطيه الصحيه اللي كيستافد منها اجراء القطاع الخاص حاليا، نفس سله العلاجات، نفس نسب الاسترداد، وكذلك نفس لائحه الادويه اللي غيتم الاسترداد ديالها. المزايا ديالها هي تغطيه غير محدوده وبدون السقف، هي تغطيه مدى الحياه بالنسبه للاطفال المعاقين والمتقاعدين، تغطيه ديال الامراض السابقه، وهي تغطية كل ما كان المرض مكلف جدا وخطر جدا كل ما كانت التغطية شاملة ومهمة. بالنسبة لنسب الاسترداد، ف 70% بالنسبة للأمراض الخارجية، 70% من على حسب التعريفة الوطنية المرجعية، و 70% حتى 99% بالنسبة للأمراض المزمنة، و 90% بالنسبة للعلاجات اللي كيقوم بها المؤمن له في المستشفيات العمومية، وكتوصل حتى 100% بالنسبة للأمراض المكلفة جدا كزراعة الأعضاء وكالأمراض ديال القلب والشرايين. هذا النظام هذا ديال غير الأجراء كما خول الحق المقاول الذاتي استفادة من التغطية الصحية اللي هي أساسية وإجبارية حاليا، خولوا الحق في الانخراط في التقاعد، ولكن بطريقة اختيارية، يعني حاليا هو اختياري، الإجبارية ما غادي تبدا حتى 2025. بالنسبة لنظام التقاعد اللي كتوفر هذه المنظومة، هو نظام ديال التقاعد اللي قائم على الاشتراكات المحددة على حسب النقط، معبر عنها بنقط، وكل ما كانت المساهمة
عاليه كما كان مستوى ديال المعاش مهم. بالنسبه للمقاول الذاتي حاليا الا بغى ينخرط في هذا النظام الاختياري سواء يدير يمشي على حسب القوانين ديال الفئه ديالو ولا يدخل في واحد الوعاء ديال الشراء اكثر الشراك اكثر من الفئه ديالو من اجل الاستفاده بمعاش اهم. بالنسبه للتمويل ديال هذا النظام ديال التقاعد فهو قائم كما قلنا على الاشتراكات ولكن كذلك على الايرادات الماليه المتاتيه من الاحتياطات ديال الاشتراكات.